أكيد ما عرفتوني وأنا صحي. إن شاء الله يسلمكم. الحمد لله بشكم دخلت الجيم زين خوشين جول باي يعني يلا يلا إن شاء الله كم من شهر وتشوفوا شلون. الحمد لله قبل ما كان نسمحي لي الدكاترة إني أدخل الجيم، بس الحمد لله الحين أخيرا يعني دخلت الجيم وافقوا، بس يعني ما أقدر أسوي كل شيء، لا أشياء معينة بس. طبعا ما اقدر مثل ما قلت لكم اني اسوي اي تمارين، يعني بس اسوي تمارين معينه، ما اقدر اضغط على جسمي اشيل اوزان ثقيله، لا لا ما اقدر. طبعا حتى البروتين شيك مو بس سالنا المدرب، لا حتى الدكاتره وافقوا عليه، قالوا عادي تقدر تاخذ بروتين شيك. سالت اكثر من دكتور اللي يتابعون حالتي وقالوا لازم تاخذ يعني كميات محدوده مو بوايد. شوفوا شوفوا خلاص صرت راعي جمانه وشو الباي الحين ولد راعي. اوتميل الله يسلمكم زين. اثنين بس لا مو بهالكمية، لا بس هاي شو يعني هيجي بس. طبعا شوف بس الكمية زين. اعطوني هني اصعب شيء عندي هي القصة، انا ما قدرت اتحكم في يدي، بس يلا بنحاول كذي. حطون هاي الله يسلمكم، بعدين احط الله يسلمكم ايس كريم كذي بس قليل قليل. حطون ايس كريم عشان يغير الطعم شوي، يعطيكم تيست جميل. الحين تحطون الحليب. اي بعد خلاص راعي جيم خلاص. هاي ولا تراي؟ الحين ما اقدر اراويك. شوف هاي شوف هاي بسيط بس هاي بسيط. اخذنا البروتين شيك زين وكلنا. الحين جاهز حق التمرين، عندي طاقة. ما ادري ايش التمرين بنسوي اليوم. اينس يلا سفاي تغاي فير فمف عاش اخوي. الحين الوارم اب جاهزين حق ثاني تمرين. الحين هاي ثاني تمرين عاد تشوفوا الوارم اب. تعلموا تعلموا. أعرف ما أعطيني فيه أتمرن فيه ولا أشجع فيه كورة يعني ما أدري. سكارف ألبسه شي ما أدري يعني شي. تمرين ثاني. هاي شنو؟ هاي يسمونها البوش اب سكلين. بوش اب سكلين. فنان فنان، كل اللي في الجيم يستريحون من عقبك. مهنتي هني بس قاعد واشجعه. اصلح يعني زين كل يوم اجي معك اشجعك. اي. هاي اخر تمرين الحين. بوش اب سويفت تايمز. 12 مرة يلا. ما تعد لي ها؟ يلا ان شاء الله بعد لك، بعد عد بروحك. ما اقدر اركز، لازم اركز. اي اوكي، يلا. 1 2 3 4 ايش رايك فيني وانا اعطيك الارقام بكل اللهجات؟ مو بوقتك. 5 12 11 ايش دعوه؟
don't give up. Yalla. I ain't giving up today, brother. I ain't showing my muscles no mercy. دعوة ايش هالتعب يلا كمل شوفوا من يشجعني من بعيد ما قصرت ما قصرت دانكا ان شاء الله يدفع شوفوا الحين وصلت كان احتجاجة بس ترقبوا بعد شهر شوفوا النتيجة بعد شهر هتشوفوا شلون شوفوا بعد شهر تا 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 شوف مصدق شوف الكرشة ذي فنان ليش تعال تمرن كل يوم إن شاء الله قاعد بس تأكل وتأكل وتأكل 24 ساعة ما يصير إن شاء الله بيا تمرن إيش فيك متوتر أنا اليوم ما استخدمت الأجهزة هذه فاليوم سباحة طبعا أنا مرتب جدولي في الجيم يعني فاليوم يوم سباحة يعني سويت تمارين يعني سويت شوي تمارين خفيفة تمارين خفيفة إيه حين سباحة عرفت وقت ما بسباحة يعني تقولون شنو جناح دجاجة شوف من جناح دجاجة إلى عضلات والوعد بعد كم شهر في أسبوع لا لا تقول لي بعد كم أسبوع وعد كم شهر بتشوف الباي والتراي شلون أمشي لك كذي بعدين ما تفهم جناح دجاجة الحين للحين أندر كونستراكشن بس الوعد كم شهر بسوي لكم كذي وكذي بعد طلعوا طلعوا وعد في الميدان شوف عضلات بطنك لا لين حنا شاول حماش غات السكس بوك هاي بعدين هاي لا لا في فرق أي سكس بوك الله يديك في تطور ربع باك تو باكس ولا ربع لا بس تو باكس أنا أهم شيء سعادتي وفي نفس الوقت قاعد أمرن عضلات حلجي حق الجو لاين عرفت أوسع؟ غانم مع تمرينه تركيز 1000 حتى ما معبرني ما ادري اعطيه كل شيء بعد شوي بريك اي ان شاء الله ان شاء الله كم من سنه ببدا تمرين يلا قاعد اتمرن معاك تعطيني طاقة ايجابية تلهمني ايه اخاف الكورة تطيح على وجهه بروحة اكبر منه وبتعينه براذر يلا فنان كل شوي تشيك عضلاتك كل شوي رفع فلوسته يلا 20 تايمز 1 2 3 غانم ايش فيك متيبس عاد تحكى؟ شو فيك؟ تشنجت اي ما شاء الله البالانس اتوقع لازم يحرك الكورة
إيه ما شاء الله. فاللي يطيح على وجهك. حاسب انا والله كله خايف يطيح على وجهك. الحين يجي في قلبي غانم، انا جيت هني دقيقه معاك في الجيم، النام استتفني قاعد يشجعني اقوم معاك اتمرن. عاش اخوي، السكس باكس والتو باكس يبين واضح من هني. الحين شوفوا قاعد يتعصر تعب، بس يقول انا صابر كل هاي عشان السكس باكس والتو باكس. يلا ما بقى شيء. اي نقول مصاري طلعت ما يسوى علي. الحمد لله، احلى احساس الراحة. ما شاء الله العضلات مبينة، والله صدق ما شاء الله في فرق. قبل كنت مو بقوي شيء ما شاء الله. تعب. أحلى شيء إنه motivates himself. سؤال. دعوة. تعب بس تقدر. ما شاء الله صرت فنان، بعد شوي بعد كم من شهر بنشوفك تدرب الناس. للحين بعد بايسبس ار كومينج، توه من وقت. حتى المشية تغيرت. كل ما سوى تمرين شاف العضلات. This is his motivation. بالي بيخلص ولا ليه الحين؟